مرحبا بك معنا أستاذ لطفي. واليوم يبدو أنه يوم فاصل، يوم حاسم، خاصة امتداد اليوم أمس. كثير من المناقشات تمت مع الوزراء المعنيين بكثير من القطاعات. يبرز الجانب السياسي، وهنا جانب له إسقاطات كثيرة على باقي الجوانب. أهم ما تم طرحه، وبالتالي يبدو أنه كان هناك اعتراض على شيء ما أو بروز نقاط خلافية تم تجاوزها، لكن ما هي النقاط وكيف تم تجاوزها؟ بداية نحيي جمهور قناة الحدث وأحييك. النقاشات في كل الأحوال وفي مختلف المحاور تجد تثير بعض النقاط الخلافية، وهي نتيجة الخلفية السياسية لدى كل طرف من الأطراف وتقديره ورؤيته الخاصة للقضية محور النقاش ومدار البحث من التحديات. التحديات المكونة لظاهرة اليمننة، الظاهرة العربية الجديدة التي نعانيها وأثقلت كاهل دول التحالف وأثقلت كاهل المواطنين وأثقلت كاهل الشرعية، وكذلك الجانب الآخر الذي يقاتل في الميدان. النقاط الخلافية التي ثارت، كان هناك بعض أمور تفصيلية تم تجاوزها سريعا في مقترح معين من أحد الأعضاء، لكن تم تجاوزه سريعا، لم يدر حوله النقاش الكثير. لكن معظم القضايا التي أثيرت فيما يخص التحديات والمشاكل وتشخيص المشكلة على مر الأيام الماضية كانت محل إجماع حقيقي لدى كل الأطراف، وهي متعلقة بضعف الأداء جانب الشرعية والتشرذم والتشظي الحاصل فيه. لكن ينظر بإيجابية إلى النقاشات الصحية التي دارت حول هذا الأمر، من ناحية أن هناك مظلة وهي مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ضمت كل مكونات الشرعية لتلتقي وتأتلف وتناقش كل القضايا بشكل مفتوح. كانت جلسة مناقشة أم مساءلة؟ إذا كان الحديث عن تقصدين الحديث مع الحكومة نعم. حكومة الدكتور معين عبد الملك بالأمس، لم تكن هناك مساءلة قدر ما هي محاضرة، ملاحظات وتساؤلات حول الشأن الراهن والمتعلق بأداء الحكومة، وتم الإجابة عليها بما يمكن. وكان أبرز ما ورد على ما أتذكر من حديث دولة الرئيس يوم أمس بأنه فيما يخص الشأن الراهن، وهو الوضع الاقتصادي وهو الأهم الذي أثرت عليه السياسة بشكل كبير، فيما يخص مسألة تنفيذ بعض الإصلاحات أو بعض الإجراءات الاقتصادية وما إلى ذلك، وأشار بأن الحكومة مستعدة لتقبل كل الملاحظات وتقبل كل الاشتراطات والتعامل بشفافية مع كل الأمور التي قد يتطلبها المانحون، هذا إن تطلبوا شيئاً، وأسرعوا في تقديم المعونات المخصصة والمنح الموعودين بها على غرار ما قدم للدول العربية الأخرى المتماسكة والتي لا تعيش وضعاً استثنائياً كالذي تعيشه الجمهورية اليمنية. طيب، قضية الدبلوماسية اليمنية طرحت كثيراً في كثير من الأروقة، ويبدو أن كان لها حيز ربما في هذه المناقشات، ويبدو أن اليوم أيضاً ستوضع مجموعة من التحديات أمام السفراء الموجودين. ما هي أبرز النقاط التي ستطرح، وكيف يمكن إعادة هيكلة السفراء وهيكلة الدبلوماسية اليمنية في وقت حرب يحتاج الجميع فيه إلى صوت خارج اليمن؟ هو أعتقد أنه سيتم تفعيل الدور الدبلوماسي، وحقيقة أنه قد بدأ تفعيل هذا الدور الدبلوماسي منذ تشكيل الحكومة لوجود شخصية مقتدرة على رأس الوزارة، وهي منسجمة كذلك مع الوزراء السابقين، يعني لا ننكر دورهم أيا كانت المآخذ عليهم في بعض النقاط أو بعض التفاصيل. لكن الآن وزارة الخارجية على اعتبار أنها هي وجهة الدبلوماسية اليمنية تؤدي دورا جيدا في التواصل مع الجهات الدولية، بحيث أن هذه هي مهمتها الأساسية، أنها تعبر عن
الخطاب العام والخطاب السياسي للحكومة الشرعية ومحاولة لفت الأنظار إلى جذر المشكلة السياسية وليس فقط الملف الإنساني. فهذا كما أشار إليه معالي الوزير بالأمس الدكتور أحمد بن مبارك، وأنه محاولة تقديم أو شرح الخطاب توضيح جذر المشكلة ضمن الخطاب السياسي الخارجي للمجتمع الدولي. طيب أستاذ لطفي، يعني نحن في مشاورات نعتبرها أرضية جديدة من نوعها تحت سقف مجلس التعاون الخليجي، وهناك إجماع، هناك مكونات لم تحضر، كانت منزوية إن صح التعبير، أو واخذة موقف فلم متمنعة بالضبط. اليوم توفرت هذه الأرضية، هل هناك اختلاف جذري فعلا في الطرح خاصة في السياسي لما له من أهمية وخطوط عريضة ربما سترسم خارطة الطريق عن اليمن منها كثيرا من شقاقات وتقلبات في الآراء وربما مكونات لم تكن جدية في طرح مشروع خارطة طريق حقيقية؟ لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ما هي الظروف التي جعلت الطرف الآخر أو جماعة أنصار الله أو الحوثي بين هلالين يمتنعون عن الحضور إلى الدعوة أو تلبية الدعوة الكريمة من مجلس التعاون للحضور. ولا شك أن العنوان متناقض مع وجهة نظرهم، متناقض مع فكرتهم، متناقض مع هدفهم وما يريدون الذهاب إليه والوصول إليه. لكن في كل الأحوال نقول بأنه هذه المشاورات هي تبني أرضية وتؤسس أرضية جديدة للقاءات قد تكون قادمة إن لم تكن في اليومين الأخيرين، طالما يزال الباب مفتوحا كما تشير الأمانة العامة لمجلس التعاون أن الباب ما يزال مفتوحا لمن يريد أن يشارك ولمن وجهت له الدعوة. فإن لم تكن في هذه المشاورات فستكون في مشاورات قادمة. وفي كل الأحوال يعني إذا كان الإخوة في صنعاء مقتدين أو مستلهمين تجربة الجيران في إيران، فإن الجيران في إيران يسمون الولايات المتحدة الشيطان الأكبر، لكنهم يذهبون إلى نيويورك ويحضرون جلسات الأمم المتحدة. فإذا وجهت دعوة من منظمة إقليمية ده على أرض عربية فمن باب أولى أن يكون الحضور إليها. نتمنى أن يحدث ذلك إذا كانوا فعلا يريدون الوصول إلى السلام لليمن وإنهاء اليمننا وإسقاط كل المبررات عليهم، أن يتجهوا إلى أي مشاورات قادمة أو يبدو لا. المرونة المطلوبة للتفاهم والتفاهم. شكرا جزيلا أستاذ لطفي نعمان العضو المشارك في المحور السياسي.